يعج بالمارة ممن يسابقون الوقت لإنجاز مهامهم اليومية، بينما يبقى العم محمد ثابتاً في مكانه وحيداً يراقب حركات الأقدام ذهاباً وإياباً من دون أن ينتبه أحد إلى وجوده. العم محمد ليس وحده من يسكن الشارع، كثيرون مثله افترشوا أرصفة القاهرة، المدينة التي ازدادت قسوتها على الفقراء والمساكين. عندما يغدو البؤس واقعاً والتشرد لا مفر منه، هل يبقى من أمل في أوطاننا؟